قدر مهرجان العالمين انه يتصدر الترند بعدد كبير من الفعاليات في الويكند اللي فات في البدايه كانت مع كريم عبد العزيز ونادي كريم بمسرحيه السندباد واللي شهدت حضور ضخم جدا طوال ايام العرض والمسرحيه قصه عمر ابو الهول واللي بيلاقي قلاده سحريه بيستخدمها انه يرجع لزمن السندباد عشان يعيش حياه المغامره والبطولات وطبعا اتصدر حفل الهضبه عمرو دياب الترند علي كل وسائل التواصل الاجتماعي سواء في مصر او الوطن العربي ونشر محبي عمرو دياب كتير من الفيديوهات اللي صوروها من الحفله واللي حققت تفاعل كبير جدا مع الجمهور وخصوصا الفيديوهات اللي بتظهر تفاعل الحضور مع اغاني عمرو دياب وشفنا تفاعل كبير كمان مع الفيديوهات اللي ظهر فيها اولاد عمرو دياب وهم عبد الله وكنزي وجنا واللي كانوا حاضرين الحفله وطبعا بنفكركم ان الويكند ده فيه كتير من الفعاليات المهمه جدا ومنها مسرحيه التلفزيون بطوله حسن قرداد وامي سمير غانم بالاضافه لحفلات حمزه نمرة وسعاد ماسي وفرقه مسار اجباري